صباح الخير اللي عندهم صباح، مساء الخير اللي عندهم مساء، وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي يكون الفال هذا على حسب اختيار ديالكم، فانتوما واللي عجبكم إن شاء الله تحطوا طاقتكم سواء على اللون الزهري أو البنفسجي، وإن شاء الله تستفدوا على الفال أو تجيكم حاجات اللي تفرحكم. فغادي نبدأ باللي اختاروا الزهري ونخليو البنفسجي، فإن شاء الله يكون خير. فاللي داخله تسأل واش غادي يكون عندها حمل، غادي يكون عندك حمل. بالنسبه للعمل كاين انتقال بخصوص العمل، سواء دراسه او عمل كاين امور جيده، ما كاينش مشاكل. كاين اللي غادي يكون عنده ترسيم في عمل او عقد عمل، اللي كتسنى شهاده او رخصه سياقه او عقد، فغادي يكون هذا الشيء يعني متاح الايام المقبله. بالنسبه للحظوظ، فغادي تكون عندكم الحظوظ اللي عندهم مثلا قضايا قانونيه، اللي عندهم محامي، اللي مثلا باغيين جنسيه، اللي باغيين اقامه، اللي هما مثلا عندهم حد في السجن فكاين الفرج، اللي عندهم ديون غادي تخلصوا من الديون، او اللي عندهم ضرائب غادي تخلصوا من الضرائب. بالنسبه للسكن كاين شويه طاقه سلبيه في السكن اللي نتوما فيه. بالنسبة للعاطفة فكاين عين، كاين حسد. بالنسبة اللي هما متأخرات عن الزواج فكاين عليك التابعة. اللي ما عندهاش حبيب فكاين شخص جديد غادي يدخل في الحياة ديالك هاد الأيام هادي، أو هاد الأربع أسابيع يعني، من البعض في أربعة أيام البعض يعني خلال الأربع أسابيع المقبلة. كنشوفك غادي تكوني مستقرة يعني بصفة عامة. الأرزاق شوية، مثلا إلا كنتي باغية تشري سيارة، ذهب، حاجة إلكترونية كهربائية، فكاين شوية تأخير، كاين شوية تعقيدات، كاين شوية مشاكل بهذا الخصوص. لكن ك استقرار او كراحة بال غادي تحسي بانك مرتاحة. دائما كيذكرك الفال انك تكوني هادئة، تكوني مسالمة، تكوني يعني متفهمة، وما تبقيش تحكمي على الاخرين مسبقا. بالنسبة للحب، فإذا كنتي كتسألي على رجل أسمر، فالأسمر هذا غادي يكون بيناتكم شوية خلافات. هو كيفكر فيك ودايرك في باله، ولكن كاين شوية خلافات بينك وبينه. هذا الإنسان هذا شنو هو المشكل؟ هو كثرة الزن على دماغه، يعني كتهضري بزاف أو كتصلي به بزاف أو كتسأليه بزاف، فهاد الشيء هذا ما كيعجبوش. الإنسان هذا غادي يكون مايل للأهل ديالو، والأهل ديالو ضاغطين عليه وصابر. الانسان هذا كنقول لك راه مازال كاينه الاستمراريه، يعني ما خرجش من الحياه ديالك واخا كاينين هاد المشاكل هادو. الانسان هذا الا كان غايب عليك كزوج وكان مهاجرك، فمتردد لحد الان، مازال ما خداش مثلا قرار ديال الرجوع، وعدم الرجوع ديال هذا الاسمر سببه اسحار كاينه في العتبه او في البيت. بالنسبه الى كنتي كتسالي على الرجل الابيض، فالرجل الابيض هذا غادي يكون كيتجسس عليك، غادي يكون كيراقبك. الانسان هذا مازال مهتم بك، مازال مهتم بالحياه العاطفيه معك، ولكن ما كنشوفش هاد الايام يعني شي حب وشي علاقه وكذا، لا، يعني كيبغي يعرفك، يبغي يعرف شنو كاين، شنو كديري، فين كتمشي، يبغي يعرف عليك كل شيء، ولكن كاين واحد البرود، واحد الفتور بينك وبينه. بالنسبة للحنطي، فهاد الإنسان هذا كاين البعض فيكم اللي كاين خيانة، الإنسان هذا يخونك وكاين طرف ثالث، وهاد الإنسانة هذه كتشتغل معاه في نفس العمل، وكاين البعض اللي انتي صديقة ديالك في العمل، وانتي معرفها على الشريك ديالك، حبيب، خطيب أو زوج، فراها كتخونك هاد الإنسانة، أو هو كيخونك مع هاد البنت هذه أو هاد السيدة هذه. البعض فيكم اللي مزوجات بهاد الحنطي، فكاين هضرة وكلام على طلاق يعني، والسبب الأهل ديالو،
فاحتمال كبير انه يكون طلاق، خصوصا الا كنتي حاطه الان الاوراق من اجل الطلاق، فالطلاق غادي يتم. اللي معاها شخص حنطي مطلق خليك معاه، حبيب ديالك هذا حنطي ومطلق خليك معاه، غادي يكون مهتم بيك، غادي يكون كيتصل بيك، مازال غادي يفاجئك بحاجات اللي هي زوينه، فخليك معاه. لكن البنات اللي الحبيب ديالك حنطي وهو ماشي مطلق، يعني ما سبقلوش زواج، فانتبهي، هذا الانسان باغيك غير في الحرام، وغادي يبقى يجرك سنه ورا سنه وهو باغي غير يستغلك ويستفد من التواجد ديالك معه. هذا اللي كان. اذا هضرنا على الحنطي، هضرنا على الابيض، هضرنا على الاسمر، فهذا ما كان في الفال ديالكم اللي اختاريتو الزهري. وغادي نشوفوا بالنسبه اللي اختاروا البنفسجي، ان شاء الله يكون خير. فهذا الفال بالنسبه للبنات والسيدات اللي اختاريتو البنفسجي، ان شاء الله تستفدوا على هذا الفال، سواء كانت نصيحه، بشاره، ارشاد، توجيه، تحذير او تنبيه، ان شاء الله يبان في الفال ديالكم. بالنسبه للمغتربات عندهم فرحه عاطفيه ولا اروع، كاين عندكم حاجه مفاجاه عاطفيه، فرحه عاطفيه اللي هي رائعه جدا جدا. فبالنسبه للمغتربات الخط العاطفي ديالكم رائع، كاين حاجات زوينه، كاين صلح، كاين استقرار، كاين حب، كاين معرفه اسرار واخبار عاطفيه اللي غادي تستفدوا عليها، كاين حمل بالنسبه اللي باغيه حمل، فالامور ديال المغتربات ولا اروع. بالنسبه اللي هي غير، يعني ما عندهاش حبيب، فهاد الاسابيع الجايه ممكن يكون عندك حب، او غادي يدخل في حياتك شخص عن طريق النت، غادي يكون اجنبي او عايش برا الوطن. بالنسبه للعمل فغادي تكوني عمليه اكثر ما غادي تكوني عاطفيه، فغادي تكوني مشغوله بالعمل ديالك، كاين اللي غادي يكون عندهم عمل جديد، كاين اللي غادي يكون عندهم عمل اضافي، كاين اللي غادي يتعاملوا مع ناس جداد، غادي يكون عندكم اجتماعات اللي هي ناجحه. فبالنسبه للعمل والدراسه رائع، ما كاينش مشكل، حتى السكن عندكم وفره، عندكم خير، عندكم بركه، عندكم نصر، فغادي تكونوا مزيانين في السكن. وحتى الا كان شي واحد ظلمكم في العائله ديالكم فغادي يبان الحق وغادي يكون لك النصر. بالنسبه للحظوظ كاين في النجاح، في تحقيق هدف، في تجمعات عائليه، في صلح عائلي، لقاءات عائليه، عندك الحظوظ كذلك حتى بخصوص رخصه السياقه او اقامه او جنسيه او اوراق عندك في اداره، فغادي تحقق لك هذا الامر بعد 4 اوقات، ممكن تكون 4 ايام او الاربعاء المقبل. بالنسبه للحب، اذا كنتي كتسالي على رجل ابيض، فالرجل الابيض هذا كاين جوج ديال الاحتمالات، البعض فيكم هذا الرجل الابيض غادي يكون عندك معاه فرحه، زواج، خطوبه قريب، حتى الا ما كانتش مثلا هاد الاسابيع فشهر 12 يكون عندك معاه حاجه اللي غادي تفرحك، داخلين الاهل ديالو هو العتبه من اجل خطوبه او زواج، او هي فرحه كبيره بينك وبين هذا الابيض، نيته صافيه، قلبه ابيض، انسان اللي كيفكر فيك، انت اللي غادي تكوني عاطيها بالظهر او ما مهتماش به. لكن البعض فيكم كاين رجل ابيض خصوصا اللي هو قصير القامه، فهاد الانسان غادي يكون في حياته مراه اخرى اللي هي معذبه، اللي هي مأطره عليه، اللي هي واخده له الوقت ديالو كامل، اللي كتسحره، اللي كتجلبه بالطاقات السلبيه، فغادي يكون بعيد عليك وباغيه تخرجوا هاد الانسان من الحياه ديالك بصفه نهائيه. بالنسبه الى كنتي كتسالي على الرجل الحنطي، الرجل الحنطي هذا انسان اللي غادي يكون كيغار عليك بزاف، وغادي يكون كيخاف عليك، وكانك انت غير دريانه بان
هذا الانسان راه حامل همك، كانك كتقولي هذا الانسان غير مهتم، ولكن بالعكس هو مهتم بك وما باغيلكش الضرر وباغيلك المصلحه ديالك. وهذا الانسان هذا مازال غادي يجيب لك حاجه اللي هي كبيره، او غادي يساعدك في شراء شي حاجه اللي هي غاليه، وهذا الانسان يحوم حول السكن ديالك، او قريبا غادي يدخل عندك للبيت. هاد الانسان الا كانت عنده مشكل فراق او مشكل بينك وبينه على ورق، فتحقيق هذا الامر غادي يكون قريب، يعني من 4 ايام الى 4 اسابيع. بالنسبه للرجل الاسمر، الرجل الاسمر كاين في الخط ديالك، في الطريق ديالك، غادي تكونوا القلب على القلب، يعني الموده والمحبه والتفاهم والسماع لبعضكم البعض والصلح واشياء جديده ومفاجات وحب وفلوس واتفاق مع الاسمر. هاد الامور كاينه. فكان هذا الفال ديالكم، خليكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في الاخر جديد، والى اللقاء.